فتشي يعني يعني كنت حسبة بباله فتشي يعني حتى دا يفكر وساكت انه احكي يوم يجاوبني. زين من الزوجة؟ اي نعم. صار هذا الموضوع بينك وبين زوجك؟ اي طبعا اكيد صار. شو اللي كانت ردة فعلك؟ اكيد اعصب بس بعدين اسكت اقول اكيد فتشي بباله ويفكر بي. عصبين عليا انت تحكين وياه وهو ما يرد؟ اسكت يعني ما اجاوب. بعد اسكت احكي انا الكلمه وهو ما يجاوبني اسكت. ها هي واذا حكيت راح تصير مشكله؟ يعني تصير مشكله طبعا. خلينا نقول السكوت اي مو زين. افضل السكوت افضل انه ما تحكين وياه. اي طبعا صعبه يعني الرجال يجاهد المره وعوفها صعبه. صعبه لانه المره يعني شنو هي بالنسبه لها؟ اذا هو مثل تحكي وياه هو ما يحكي الى الصمد يعني صعبه. يعني خلينا نقول اكيد انت متزوجه وعندك اطفال وانت قاعد تتكلمين ويا زوجك وزوجك ساكت ما يرد عليك، شنو رده فعلك له؟ يعني صعبه يعني هالحاله شيء صعب يعني شر اثر مشاكل فاسكت احسن. السكوت احسن. هو الصمت علشان يعني ممكن اكو ظروف اكو اشياء اكو حكي او شيء ببالي المرات فالرجال يعني مرات يعني يسكت حتى تصير مشاكل او شيء بيناتهم لما هي تفض الامور او تهدى او تنتهي الشغله لازم يشون هم بيناتهم يصارحون ماكو شيء يبقى على وضعه. انت متزوج مو؟ اي نعم. اذا جتي زوجتك وحكيت وياك فد بموضوع وانت ساكت متجاهلها شنو رده فعل زوجتك لك؟ فضل ساكته ما تجاوب يعني تنتظر لانه هو تجاوب صار مشاكل مواضيع فضل ساكته لحد ما شلون تشوف يعني شوفني تهدأ السالفه او شيء وترجع يسولف اسولف فيها. صمت افضل. افضل طبعا اكيد. صمت الرجل وتجاهله لزوجته. يعني هو مرات الرجل يكون صامت مثلا حتى لا تصير مشكله بين الرجال والمراه بس مو كل الحالات يعني تفيد مثلا مرات اذا موضوع يستوجب انه هو يجاوبني بس يقولون احنا نسكت حتى لا تصير مشاكل بين الطرفين. هي من ناحية صح ومن ناحية مرات تحسها غلط لأن تحس إنه هو متجاهلش متجاهل الموضوع ومرات يكون العكس لا يسكت حتى لا تصير مثلا مشكلة تمام يعني سكتين إذا تجاهلش لو راح تلحين على زوجك؟ لا ما راح ألح بالنسبة لي يعني ما راح ألح راح أعوفه بعدين دوز مني يهدى يجاوبني على الموضوع اللي حاكي بي وياه. صمت أفضل. اي طبعا مرات يقول لك الكلام الذهب الكلام من فضه بس السكوت من ذهب. صمت الرجل وتجاهله لزوجته، انت متزوج ولا لا؟ لا الحمد لله. زين شنو رايك بالموضوع؟ لا الموضوع غلط، هي الحياه الاسريه اللي بين الرجل والمراه اساس بنائها يكون على التفاهم. في حال انه صمت تجاهل هذا راح تحس المراه راح تحس باستصغار تحس بعدم اهتمام بمبالاه، ولكن عشان للطرف الثاني جبنا دافعنا دائما على المرأة، هناك أسباب كثيرة تخلي الرجل إنه يتبع هاي الأساليب، وما شاء الله يعني نسوان هالأيام يعني للأسف هاي المسلسلات اللي جاتنا التلفزيون الانفتاح المفاجئ بالمجتمع، هاي كلها ولدت أشياء سلبية داخل الأسرة، مما أدى إلى كثير من الأسر اليوم هي تتفكك مثل ذاك اليوم إنه تقرير مال كرخ رصافة بغداد جاوز 8000 حالة طلاق. هاي كارثة بحد ذاتها يعني. يعني هي المفروض انه تسكت لفترة طويلة، يعني تنتظر انه هو يهدى يلا تحكي وياه، ما يصير تظل هي تحكي وبعدين تقبل المشكلة بيناتهم، انا هيك رأيي يعني. هي تظل ساكتة، الصمت أفضل إلها بعد ما يهدى تتكلم وياه. أي يعني إذا هو كان عصبي فهي المفروض انه تستكت يعني تهدى حتى هو يسكت وبعدين يتناقشون بالأمور. إذا بقت تلح عليه شو راح يصير؟ راح تصير مشاكل. يعني ما يفيد هذا الموضوع، الافضل انه هي تسكت يعني. صمت اي افضل. شكرا جزيلا. عفوا. يعني هذا الموضوع كلش يعني يأذي المرأة يأذيها، يعني هي تفكر تقول ليش ما يحاكيني يعني او شنو سبب تجاهله الي؟ مرات تصير عركة ومرات لا، يعني اتجاهل الموضوع انكر صاحب داخلي او يعني ما احاكي اتركه، يقول لي مثلا ايش بيش زعلان؟ اقول له ليش من احكيك تجاهلني؟ يعني ما اعرف يعني ما عنده جواب او راح تسكتين لو تبقين تسولفين وياه؟ لا اسكت اقوم. يعني الصمت افضل. افضل.